بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم وأكرم بهم وارثا وموروثا صلاو رحمتي بأبياني فروردقار لسر آما دبوان بيت ميوانا كاني ما موسى حاجي ما موسى شيم حمي برزنجي كتشريف تاني هنا وبتايبت بخيرهات عرزي بنمالي نجيب ونجيب زادي أو بريزاكين وأوانك لم مصيبتا لم مصيبتا قورا براسي داغدارن تأسف بارن بخيرهاتن عرزيان أكين كلا كردساني أودي وتشريفيان هنا وما موسياني محترم خانوادي محترمي مرحومي حاجي ما موسى دوسانو ما موسيان علمايان إماماني جمعو جماعت إماماني جمعو جماعت لهمو شارو ديكانو كتشريفيان هنا و لباوي محترم بريزو لجوان روينا ودارو لنوسوي پايا دارو لباقي شو انا كاني ترو لكرسانو لكرماشانو لباقي او جيغانو كتشيف يعني هنا ورنا منا وكان يعني نزان معذورم العذر عند كرام الناس مقبول بخير هات عرزي همو لا يقم همو جهتو تواجكان بخير بين ياخوا يا أخوة بخير بين ميوانا كاني مرحومي حاجي ما موسى شيم حمل إما همولا يكمان داغدارين وقام برزمانة إشاري بيفرمو
ما موسای لاین کوچین یک نبو ما موسای همومان بو بتایبتی کردسانات و خاصتا مریوان ابینین مریوان شوینکانی ترک اگر ناوی نامیان هیه که اگر ناوی نامیان هیه با وجودی ماموسا و امثال ماموسا و ماموسا محترمکانیان و ناوی نامی هیه کوابو تعزیه تعزیه همولا یکمانه کوابو ماتمک ماتمی همولا یکمانه ما موسای دعوه و جهاد بو ما موسای علم و اخلاق بو ما موسای عملی صالح بو ان لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا او ما موسابو حمد بو پروردگار ما موسا عمری دوهمی دریجه عمری دوهمی ما موسا دریجه لخزمتی بنمالکیا هین لخزمتی قومان و عشرتانا هین لخزمتی علم و درس و وانکانی ما موسا هین دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني ما موسى عمري دريجة أو تعالم ناوي ما قوليته بياوتيه نجابته قوريه باس أكري لناو هموچينو تيجاكانا خوم ببختور ازانم که بناوی خومو دانشتوانی شاری مریوان و شخصیت کشوری و لشکریکان همو او برزانه لفرمانداری و تا قرارگای رمضان تا اداره امنیتکان حتا ادارات و ارگانکان خوشکان و برایان همو و همو ماموسایانی محترم بازاری کسبه کارگر مرزی و مرزنشینان شاری و شاروشکنشینان لاده و همو کوچه و برزنک بخرهاتن عرضی ایوی برز و محترم کم بتایبتی خانواده مرحوم حاجی ماموسا و بتایبتی امام جمعه خوشوی سکان جناب حاجی ماموسا ملا عبدالقادری قادری لپاوو و باقی ماموسا برزان که تشریف انهنا و لنوسو لکرماشانو لجوان رو لتارانو لباقی شارکانو دیکانی ترو عرضم کردن ناوکان کتوپر نایت سر زبانی انسان انسان معذوره عذرش بین تو بو انسانی خونوارو انسانی خاون کرم قبوله للای مقبوله و قوة تبع عربی الله العذر عند کرام الناس مقبول اما افتخارکین بشوینکو بدبرکو کم ماموسا و امثالی ماموسای تیاب پروردبوه افتخار بو اما بتایبتی عرضم کردن کردستان و بتایبتی تر مریوان و بتایبتی تر او برزانه که لخزمتی ماموسا ابون و لو جیگو شوینانا که استفاده ان لعلم و لمعرفتی کردو عرزمان کردن ماموسا ایک تقریبی بو لبین همو مذاهب کانا ماموسا ایکی زبان خوش بو بو همو جوان و چین و تویجکان ماموسا ایکی عبقری نبو ماموسا ایک بو و نو در زکانی همو انسانک پی خوش بو کل خزمت یا ببید کوابو اما موسا عمری دریج عمری دوهمی خواهی تعالی اج افرمه سنکتو ما قدم و آثارهم آثارکانی ما موسا اج نوسراو تا زمانی که طولانی او تا
خواهی تعالی اشاره افرمی باو که ایما او که پیشی اخن و آثار کشتن چه بنمالا بید چه گفتار بید چه تألیفات بید چه اخلاق و درس وان بید هموی انوسیم جیگه خویتی لهمو شارو شاروش که یکو مجلسی عزاداری بودا بن ری با مرحومی حاجی ماموسا یشتا اگر وایشکین کم من انجام داوه و ناتوانین گوشه یک لدینی حاجی ماموسا که بسرشانی ایمه و هیم ادای کن ما افتخار با ولاتی ایمه با منطقه کردستان که اواتا عرضم کردن با ماموسا و امثال ماموسا و مبارکه اواتا خواهش لقرآن که لتعریف قدس افرمه بارکنا حوله زورگ لمفسرین افرمون ببونی دفن اجساد و جسدکانی پیاو چاکان و انبیاء و اولیاکان کلوی او شوانه مبارک کوابو شرف المکانی بالمکینی امشتی کی آشکرائه ناویک منطقیک دوریک ولاتیک اگر ناوی نامی هیه او انسان گلی کی تیابوه کباعیسی بر جواندی و بر زیناوی او شوانه بون جاری اکتر من تشکرو قدردانی عرضی همو لای اکم و قاری محترم اکان که قرآن من بو اخوینن برزان که شرکت اکن لناو برایان و خشکایان بو مجلسی خانواده جی اوانه که زحمت اکیشن تشکرو قدردانیان لی اکین و لخوای متعال داواکارین که خوای تعالی بلدف و کرمی خوی روحی حاجی ماموسا با فردوس الاعلا شاد که ولخزمتي حضرتي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم لسر حوز المورود بدسي مباركي في غمري خواه صلاة وسلامي لسر بيت في علي آوي في عطاكا كدوا خوارنوي أو آوى اتر إلى الأبد تينوي نابي امجل الركابي أو برزانا إن شاء الله خواهي پروردگار بلد في خوي حشركاتو بمان جيني بحضوري حضرتي محمد صلى الله عليه وسلم كرومان بيبلين قربان امیجا پیناسی ایما فرد یکوین لا احد یکوین لا احادی امتکد فرد یکوین لا کوملی امتکد دعوی اسلامی من بوا بانواز من را کشاو بشون امو اوا کبین بلا خوا پرسی و عبادتا وک برزان که هاتنو گرانو بو خزمتی پروردگار لقوی تعالی داو کرم که عاقبت بخیر من که أعظم الله أجرنا وأجركم وأحسن عزاءنا وعزاءكم وغفر الله لميتنا وميتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسلم تسليما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دانشتوانی عزیز لمزگوتا بنمالی خالی خوشبو جناب حاجی ماموسا برزنجی و همو کسانی که حضورتان هست بعرستان گینم امه حدودی 25 نفری لماموسانی بانو کرماشان و جوان رو هورامان و پاوه لمالی یکی لدوستانات لپیشی و بین مزگوت دانشتین که لکناری فاتحه ایتی چی وزیر پیک من بید؟ آیا هر تنها فاتحه بخوینین یا بحثی کش من بید؟ لطفیان فرمو که من لنمایندگی یا وکو برایک لطرفی امبر خوشویسانو چند جملیک عرضی اوی عزیز بم منیش در عرضی تعزی و سرخوشیم ها با مالو بیتی خالی خوشبو جناب ماموسا برزنجی و تایبت ببرای برزم با که دکتر صباح و خانواده عزیزی و جماعتی کوملو برای برز ماموسا مل علی با پیر علمای شارزور و سلمانی که ماموسا لشارزور و کاری شروع کرد عشرتی محترمی مریوان که ماموسا وصله بم عشرتو اموساني محترمي مريوان لرأسو امام جمعي عزيز و خوشبیس من جنبی اموسا شیرزادی امام جمعي محترم جنبی اموسا ملا عثمان
عنواني مسؤولي محترمي مركز وهموم مساني شورى روحانية. حقيقة بحث زورة ولا وقت كما من دون مطلب أرزي أوي عزيزك. مطلبي أول لازم أملي رجنبوين نقايا بكين تماشا بكين لأطرافي خومانا أمرو جامعي مسلمانان ومزقوتكان وما مساكان حقيقة لهر زمانك أبي خفتيان زياتر بيبودين أمرو دردك لناوي جامعي إسلامية ما حاكمة هل اللي بيقرف تتبروات أفغانستان وباكستان ولا يمن وتبروات السورية وعراق هيش بره الزمانك آبم شو مسلمانان لبيني خيانا درقير نبو راس أسكندري مقدوني ومغول هاتن يكي لغرب ويكي للشرق جنگي سليبيا كانو جنگي جهاني دوم زربيان لدين ولي اوان دشمن بون امرو ام خمان خريكين يگا كوجين خريكين مزگوتي يك ويرانكين خريكين بشيوي هنگاو غل اگرين دشمن بو من چپلا اكتت حادثة يكا لأشون يكا خالي خوشبو ما مصا شي محمد برنجي فوتي كردوا يعني كشوري عراق امرو روي داوا بدترين حادثة روزقارة وشايت أم حركة لجنجي أمريكاي جنايتكار كهر تومك أوشاني كأوايا مقرفتار بوين مشكل تربت وخفتها مزيا تربت خواي قولي لقرآن لقرآن الكريم كأوي عزيز ما مساني محترم أشنان بما أفرمي يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار قرآن أولي الأبصار أولي الألباب تكرار كل وصف أخوي قورا دو بوري مخاطب قرار داوة كلا زماني مختلفة أم لولا أخوي أن تماشابكن يا بچاو تماشايبكن كن أولي الأبصار زورتر هاتوا يعني زورتر خلق استفادة لچاو يعني كن بو حوادث و بو درس قدن لمسائل أولو الألباب چاتوا كبو خيرد و أقل أقليت يكن لناو جامعة برنامج رزيان لروي فكر و أقلس أكثر لروي چاو بينينوس خواهي قوري فرمي هم بچاو كانتان و هم أقل و خيرد و قلب كانتان تماشا اترافي قطان بكن امرو حقيقة لأترافي ما فتنة عظيمة أمنوا عمرقانا وأمنوا عجلسانش وكو شادي وايا أبي أما خفت خويل بو مسلمان أبي أما هناسا خلب كيشين كشير روزقاري كوتوين أبي خفت خويل كبرياني ديني ما مسلمانان شون در بدر أبن هل عراقا روجك صدام بو روجك امريكا بو امرو بشيوي كتر امرو لسر داعش معلومني بياني لخوارو چي بيت بس براسي بما غافل نبين لما خصوصا ما مساني عزيز ما مساني محترم حقيقة ابي اداي وظيفة بكن خلق اقاب كنو كالدنيا اسلام خريكن مالي خويان ويرانكن خويان نكوجن ودشمن استفادة عليك أما قسمتي أولي من بصورتي اختصار لقسمتي دومي بحثكيش مبراني محترم آيا إما إما ملا إما إما مساء وكو يك وزيفيك الدنيوية تجلي لكين لما مساء كان من تجلي لكين لبكيش نواجه كان من تجلي لكين لخطيب وداعية كان من نخير أولا إما تابعي كتاب السنة قرآن الكريم تكليفي كدوا ريزي نياوة لسري إما ريزي نياوة لسري علماء وتكليفي كدوا لسر إما كابير ريزي علماء بقرين
جا کی به خود باز روم ان کی آورده مرا باز برد در وطنه. امام معتقد ان همو ابد گرتو به وطنی خوی چه ما مصابه چه غیری ما مصابه. اما خوی گوره لآیه یعنزه سوره مجادله رزی نیاوه لعلماء حکومه مسانی عزیز خبری ان هست دفعه کن پیامبر بزرگواری مثلا تو سلامی خواهی لسر بید لمجلیسی که آوا دانشته بود جمع لأصحاب بدر کسابقین و جی ریز و احترامی لای خواهی تبارو تالان هات نبو ناوی جلسه که کسی حاضر نبو جی یعن پی بادا بنیشن پیامبری خوشوی صلاة و سلامی خواهی لسر بید ارزش و جایگای اوانی ازانی و ایزانی که لأولین جنگ کفر و اسلام امان چی نقشه کن بوه فرمی تفصحو کمی جه خود بلاو کنو با امان جدانشن جان و ازاد کن خلاصی کلام بیا جمع اکتان حلسن با جمع اکتر دابنیشن مقدار احمالی آن کر عقیبت حضرت علیه الصلاة و السلام خوی امری کر جمع اکی حلسن و بدری کان لشون اوان ادانشت ام قضیه مقدار گران توابو بو اوان حلسن لنظری نفس و انسان بون قینا که اصحابی چن ولی انسان بون پیان نخوش بون خواهی گوره لآیه یانزه سوره مجادله فرمی یا ایوه الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحو فی المجالش ففسحو حلسن چی معنی اکه و اگر پیتان وطلا حلسن حلسن چی مشکلی اکه ابی او رز بگن لیگ ابی احترامی یک بگرن یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات خواهی گوره بالنسبة إيمان وسابقة رز أني للجمع كتان بالنسبة الجمع كتير وبالنسبة دانش وعلم رز أني لأهل علم بالنسبة باقي أفراد بس فضل جمع لأفراد جامعة بالنسبة جمع كتير وفضل عالم ديني بس الجمع كتير إما انتخاب ما نكرد وخواي قورة انتخابي كردوا خواي قورة داين ياوه أول بلطف خواي خاتوه فرمويتي امانه مرتبه ان و درجان و علسه خال خوشبو آلوسی لتفسیرکه لزیل ام آیه یانزا افرمی خواهی گوره عطفی الذین اوتو العلمی کرد و سوسری الذین آمنو اما عطفی خاص لسر عام بو چی کردو یوسف فلسفه چیه وقتی لناو عامکا خاصا که جه بو خواهی تبارو تالا تکراری کردو سو با سيلة الذين أفرمي علتي أوسع علماء برجستجي خاصي عنها بسر بقيا علماء جاي جاي خاصي عنها بسر بقي جامعة علماء موقعتي خاصي عنها لنا وجامعة فيامري بزرقوارش صلاة والسلام إخوائي لسربي أفرميت لموت قبيلة أيسروا من موتي عالمين اگر یک عشرتش بفوتت به اندازه فوتانی یک عالمی عامل بدین و داعی دین زرر جامعه نادت یعنی زرری یک عالم زیادتر لزرری یک قبیله. من به شخصی خوم لسال 1348 خوم ان ایران لنوی گشتم خدمت امام صاحب خواهی گوره برحمتی خوش شادی که یعنی 45 سال پیش فقیه بو مکو همو فقیه کانی ایران چون عراقو اگر رین حجره به حجره لیو خزمتی گشتو مدت یکیش کل دی سرگه تا لخزمتی خوالی خوش بو ماموسا ملا صدیقا درسم شوندوه ماموسا وکو خزمه کو فامیلی که ماموسا مرتبه ها با سرگه لو تاریخو یما ایرادهی بچوکی من بو لخزمتی خوالی خوش بو ماموسا دوای پیروز انقلاب اسلامی اولین کسانی که طلوعیان کل عراق و بو ایران ولدست رژیم صدام هجرت یان کر هاتین بو ایران لناوی ما مسانا اگر ما مسرشم حمو اول نبی و ازانم دوامی چی نبو اولین کسانی که بو
كإمام جمعي شان دريب كناري سيد صادقة الشفيعنا بو إيران وبعنوان عزوك فعال لانقلابي عراق لكناري فالي خوشبو أغي حكيمة صال هاي صال زحمتي عن كيشا لإيران بهاتني جماعتي هلب جاء كلا رأس يعني فالي خوشبو ما مسامل عثمان بو ما مسا هاتو بناوي جماعتي هلب جاء ويكيك لعزوي فعالي بزوتنوية حركي إسلامي دواي تغييراتك لحركة إسلامية لبزوت نواب كشهاد بمساوك كشوي جماعتي كومل حدودي زيادة لبس صالة خريكي دعوة خزمة رهبرية أما مسابر زا لنزيري إموي تلبو ملاوة إنساني كي باسواد والحق ملاب شخصيتي علمي خوي حفظك لما سيريا هادف بو برنامي بو كتشيكات بسير بو لتشخيص مسائل سياسية مسائل اجتماعية مسائل قومية مسائل اعترافة شعبزر إنساني كي بسير بو لإعتقادي شا وسطي بو معتدل بو حتى سراني أحزابي أوديو مختلف يعني حزياً بحكميتي أكل كون إنساني كي أعرام إميش لشاري باوي مدتها ميوان من بو ولخزمتي أبوين رويني أو وكو لدستاني شيرك لمحرابة صاحبي لسان العرب قالت المحرابوما أو الأسد محراب شويني شيرك او محرابة كسيق ارواتي وبي وكو الشير وابت ما مصاب راسي لهر محرابة كابو دفاع باشي كر لعقيدة لدين انسانك آرام بو خويت بارو طلب رحمتي خوي شادك اميش ام جمعة هاتوين هم بعشرتي عزيزي مريوان كمركزي علم ودانش هو امك اكثر من اما مصانع ايسا هاتوين لباو لم لو لو لما ريوان درس من فرندوه لاي ما مساني مريوانو فيري علم بوين بناني كشاورزو باغدارو حيوان داركاني مريوان بيقشتوين بس اما ممنوني خلقي مريوانين علماي مريوانين رزو احترام من هبو بيواني برزي مريوان بتايبت خالي خوشبو ما مساشي محمو كسركي مربوطة بإيرانو ومريوان و شخصيتي مربوطة بهمو مسلمانا وبهمو علماء منطقة منيش بنويكم دواي درخاستي عفو بو بزرگوارة فاتحة خنمو أرستانكم أعظم الله أجركم وأحسن عزاكم وغفر الله لموتانا وموتاكم بحرمة سورة المباركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا لك الحمد والمجد والثناء ولك العزة والجلال والكبرياء. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي